Hello everyone, حبايب قلبي grade 5, let's continue connect first term. درس من أهم دروس الترم الأول, درس grammar عن past continuous tense, زمن الماضي المستمر. قبل كده زمان درسنا present continuous tense اللي هو زمن المضارع المستمر, وأخذنا في زمن المضارع المستمر ده verb to be في المضارع. verb to be في المضارع اللي هو إيه يا أصدقائي؟ am is are. برافو. طب لما كان بيجي verb بعد am is are كنا بنعمل ايه للverb ده؟ برافو عليكم, كنا بنحط له ing. هو ده الحال في verb to be, سواء في المضارع am is are او في الماضي اللي هو was were. برافو عليكم. الماضي اللي verb to be was were. برضو لازم تعرف ان انت لو شفت was و were دول في اي مكان وجي بعدهم verb, الverb ده لازم احط له ايه؟ ing. الزمن اللي احنا بناخده النهاردة يا مالك اسمه زمن الماضي المستمر. سيب اللي في ايدك بقى حبيبي وركز معايا. past continuous الماضي المستمر ده الجملة بتاعته بتبدأ بايه؟ subject الفاعل, بعد الفاعل هيبقى فيه was او were بمعنى ايه؟ كان. وبعدين بعد was او were اتفقنا اتفاق ان الverb اللي هتشوفه بعد was او were هنحط له ايه؟ ing. ده شكل الجملة. طيب الاول لازم اعرف مين بياخد was ومين بياخد where. اكيد احنا عارفين ان احنا عندنا اول مرة I هتصاحب he she it والمفرد, لان زمان كان دايما I we you they والجمع مع بعض, لكن في was و where I بتيجي مع he she it والمفرد علشان تاخد was. I was, انا كنت, he was, هو كان, she was, هي كانت, it was للمفرد الغير عاقل. مالك was, يبقى المفرد بياخد was وقلنا معناها كان. اما اللي بياخد where بقى we you they والجمع, يبقى اقول we were, we were, you were, we were, نحن كنا, you were, انت كنت او انت كنتي او انتم كنتوا, they were, هم كانوا, children were, لان دي جمع الاطفال children were, يبقى المفرد was والجمع ايه؟ were. عظيم جدا. طيب بص الجملتين اللي قدامنا دول, نمبر 1 بتقول ايه يا اروى؟ رامي played tennis yesterday. والجمله الثانيه بتقول رامي was playing tennis at 6 yesterday. لما تبص للجملتين دول ايه اول حاجه بتيجي في دماغك؟ اتفضل يا ميدو قول لي. يعني انت شايف الجملتين دول ايه الفرق بينهم؟ يعني الجملة الاولى لعب امبارح, ماشي, والجملة التانية برضو لعب امبارح. طيب فضل يا ادم عايز تقول ايه؟ رامي بلاي اللي هو لعب خلاص, مثلا رامي بلاي هو دلوقتي بيلعب. لا اتفضلي. نمبر 1 دي بتقولي لي عليها ايه؟ قولي لي هاي نمبر 1 دي بلايد دي زمن ايه؟ اهي برافو عليك. اول حاجه ريتال قالتها, قالت لي ان نمبر 1 بلايد دي ماضي بسيط اللي هو باست سمبل. اما الثانيه واز بلاينج دي اسمها ايه؟ باست كونتينوس الماضي المستمر. طيب برضو لسه في ملاحظه عايزك تاخد بالك منها. اتفضل يا اياد. لا مش ده اللي انا عايزه. اسيل مش ده برضو اللي انا عايزه. ايوه برافو عليك. سقفوا المرنه بقى. اول 10 باوندز عندي النهارده المرنه. مرنه قالت لي الفرق بوضوح باين خالص, ان في الاولى قال رامي بلايد تنس يسترداي, لعب تنس امبارح. هل عرفنا امتى امبارح؟ لا. لكن في الجمله الثانيه قال رامي واز بلاين تنس
at 6 yesterday. في الجملة التانية حدد لنا امتى بالظبط في امبارح؟ الساعة 6. فهنا اول فرق يبان لك بين الماضي البسيط والماضي المستمر يا محمد. ايه هو؟ ان الماضي البسيط بقول فيه الحاجة دي حصلت في الماضي بس ما بحددش امتى بالظبط، يعني yesterday وخلاص. لكن في الماضي المستمر بحدد امتى بالظبط. طيب تعالوا كده نقول، لو انا قلت لك يا صديقي she her grandma yesterday، هتقول لي she visited ولا she was visiting؟ تفضل يا مالك قولي يا حبيبتي، تفضلي. She visited. ليه؟ لأن هنا yesterday وما حددتش الوقت فاخترنا الماضي البسيط. برافو عليكي. لكن أنا لو قلت هنا at 7 p.m. yesterday يبقى هنا was visiting. ليه؟ لأن حددنا بالظبط في امبارح، يبقى عرفت إمتى تختار الماضي البسيط وإمتى الماضي المستمر. لو yesterday بس يبقى ماضي بسيط اللي هو visited، لو at 7 p.m. yesterday يبقى was visiting. حلو الكلام. تعالوا نروح للتطبيق بقى على الكلام ده. يستمع الى موسيقى، انتوا قلتوا لي listen to music. طيب انا عايز اقول بالماضي المستمر، انا كنت استمع الى موسيقى. تفضل يا رتال. برافو، قالت I was listening to music. I was listening to music. طبعا المفروض ان انا هكمل واقول ان في وقت معين في الماضي، بس احنا هنختصر شوية الجمل عشان نقدر نوصل اللي احنا عايزينه. I was listening to music، كنت بسمع موسيقى. طيب اعملي لي النيجاتيف للجملة دي، انا ما كنتش بسمع موسيقى. I wasn't listening to music، ما كنتش بسمع موسيقى. حلو جدا. الجملة الأولى بتقول إيه يا شباب؟ I was listening to music، أنا كنت بسمع موسيقى. طيب ماذا كنت تفعلين؟ What؟ خلي بالك بقى معايا، بص I was في الإجابة بتحول في السؤال ل were you، يبقى what were you doing؟ ماذا كنت تفعل أو ماذا كنت تفعلين؟ What were you doing? I was listening to music. أما حضرتك لو أنا جيت قلت لك Where you؟ يعني إيه Where you؟ يعني هل كنت Where you listening to music؟ هل أنت كنت بتسمع موسيقى؟ Where you listening to music؟ هنا الإجابة بتبقى Yes أو No. فهقول Yes. Yes I was أو No I wasn't. برافو عليك. Yes I was أو No I wasn't. ودي اسمها short answer، الإجابة القصيرة أو المختصرة. ممكن أكمل وأقول Yes I was listening to music أو No I wasn't listening to music. حلو جدا. طيب قولوا لي يا شباب، مثلا يلتقط صورة يعني إيه؟ Take a photo. Take a photo. فاكرين لما بيكون الفعل اخره اي ونحتاج ان احنا نضيف له اي ان جي، اول حاجه نعملها ريموف اي، ريموف اي، هنشيل الاي وبعدين نحط الاي ان جي. حلو جدا. طيب انا عايز حد هيقول لي هو كان يلتقط صوره. اتفضل يا داي. He was taking a photo. was بتعمل ايه في الفعل يا حبايب؟ تديله اي ان جي. حلو الكلام. طب الفعل تيك اخره اي يبقى ريموف اي واحط اي ان جي، يبقى هي واز تيكينج ا فوتو. حلو الكلام. اعملي لي نيجاتيف للجمله وقولي لي هو لم يكن يلتقط صوره. برافو عليكي. هي وازن تيكينج ا فوتو. هي وازن تيكينج ا فوتو. حلو الكلام. طيب الجمله الاولى بتقول ايه؟ He was taking a photo. لاحظ حاجة، إن إحنا الآن لما يكون بعدها جيم ما بننطقش الجيم. بص بقول إيه يا خالد؟
he was taking a photo. ولا أقول taking a photo. لا taking a photo. He was taking a photo. حلوة أو. هو كان يلتقط صورة. عايزين نقول ماذا كان يفعل. ماذا يعني؟ What. حلو الكلام. ركزي بقى معايا يا حبيبي. ممكن تسمعني عشان لسه بشرح. What. حلو. الجملة بتاعتك بتقول ايه؟ He was. في السؤال تروحي عاملاها كده فتقولي what ايه؟ What was he doing؟ ماذا كان يفعل؟ What was he doing؟ ماذا كان يفعل؟ He was taking a photo. كان يلتقط صورة. طب لما انا اجي اسالك بقى واقول لك was he، هل كان was he taking a photo؟ هل كان يلتقط صورة؟ برافو عليكي. Yes he was أو no he wasn't. وقلنا دي اسمها short answer أو الإجابة المختصرة. ممكن أكملها وأقول yes he was taking a photo أو no he wasn't taking a photo. Thank you Dai. يلا ناخد فعل جديد. قل لي يا صديقي يكذب. مين اللي عارف يكذب يعني ايه؟ لاي. مين اللي قال اول واحد؟ لا لا كتير قوي اكيد عمر. ماشي طب قوم يا عمر يلا عشان تقول لي الجمله انت دي. لاي اون هيز ماذر. لاي اون هيز ماذر يعني ايه؟ لاي اون هيز ماذر يعني يكذب على امه. ماشي احنا ملاحظين يا شباب ان الفعل بتاعنا لاي يكذب ده اخره ايه هنا؟ اي اي بقى. عايزك تاخد بالك من الحته دي. احنا في الاي بنحذف الاي صح؟ خلي بالك بقى لو الفعل بتاعك كان اخره اي اي هتروح شايل الاي اي كلها وحاطط مكانها واي. ها تعمل ايه؟ شيل الاي اي وتحط مكانها ايه؟ واي. وبعدين احط الاي ان جي. زي مين بقى؟ لاي يعني يكذب بقت لاين بالشكل ده. الفعل ده اسمه تاي. يعني ايه تاي بقى؟ تاي يعني يربط. تاي يعني يربط. لما نيجي نحط لها ان جي هنعمل ايه؟ نشيل الاي اي ونحط واي تبقى تاين. حلو. داي يعني ايه؟ يموت. الله يرحمه. يبقى نشيل الاي اي ونحط واي تبقى داين بالشكل ده. ماشي؟ طيب عايزين يا عمر نقول ان هي كانت بتكذب على امها. عسل. she was lying. lying دي بقى تبقى عامله ازاي بقى اصدقائي؟ l y yes she was lying on her mother. ده عمر. عمر قال لي she was lying on her mother. هي كانت بتكذب على امها. هنعمل نيجاتيف. هي ما كانتش بتكذب. She wasn't lying on her mother. طب الجملة الأولى قالت إيه يا شباب؟ She was lying on her mother. هي كانت بتكذب على أمها. عايزين نقول ماذا كانت تفعل؟ What was she doing؟ أهو قلنا بنيجي هنا she was نخليها was she عشان السؤال. يبقى what was she doing؟ ماذا كانت تفعل؟ هو الفعل يفعل أصلا اسمه do. بس احنا خليناه doing ليه؟ عشان was و where بيدو ايه؟ ing عسل. طيب هنا هنسأل بقى نقول هل كانت بتكذب على امها؟ was she lying on her mother؟ was she lying on her mother؟ yes yes she was او no she wasn't. وارجوكوا قولوا yes ما تقولوش yes دي. yes she was. No, she wasn't. This short answer. وممكن نكملها نقول yes she was lying on her mother أو no she wasn't lying on her mother. عظيم جدا. طيب تعالوا نقول فعل جديد. بص كده. run يعني يجري. fast بسرعة. run fast يجري بسرعة. حلو قوي. طيب انا دلوقتي عايز اقول ان هما كانوا بيجروا بسرعه.
هم كانوا بيجروا بسرعة. قولي عاد. They ازاي they was يا آدم؟ اتفضلي يا جنى. They were يا آدم مش they was. They were running. برافو. Where هتدي الفعل ing بس خلي بالك بقى معايا كده. Run لما بنيجي نضيف لها ing بنعمل duplication للان وبعدين نحط ing. يبقى they were running fast. هم كانوا بيجروا بسرعة. طب ليه عملنا duplication هنا؟ بص يا صديق لما تلاقي الفعل بتاعك زي run يجري, swim يسبح, put يضع, cut يقطع, prefer. يعني ايه prefer؟ يفضل. prefer يعني يفضل. chop يتسوق, chop يقطع, drop يسقط او يوقع حاجة او يرميها. بص كده لما نبص على الافعال دي هنلاقي اخرها سي في سي. consonant vowel consonant ساكن متحرك ساكن في كل الافعال اللي انا كتبتها. فهتعمل duplication للحرف الاخير وتحط ing. run تبقى running with double n. swim swimming with double m. put putting with double t. cut cutting with double t. prefer preferring with double r. shop يتسوق, shopping with double p. chop يقطع, chopping with double p. drop يرمي او يسقط, dropping with double p. يبقى انت يا صديقي عملت لي الجمله وقلت جانا قالت لي they were running fast كانوا بيجروا بسرعه. طب اعملي النيجاتيف ما كانوش بيجروا بسرعه. they weren't. برافو. they weren't running fast. They were running fast. كانوا بيجروا بسرعة. عايز أسأل بقى هنا. هنا مش هقول what. عايزك تقولي لي كيف كانوا يجرون. كيف يعني ايه؟ how. حلو. واحنا متفقين ان بعد أداة الاستفهام يا اما was يا اما were. يبقى how ايه where. بنعمل cross. يبقى how ايه how were they running. كيف كانوا يجرون. How were they running? كانوا بيجروا ازاي؟ They were running fast. كانوا بيجروا بسرعة. طب عايز اسأل يا جنى قول هل هم كانوا بيجروا بسرعة؟ يبقى اسأل بمين؟ بwhere. يبقى was or were لو جت في الأول يبقى معناها هل والإجابة بيس أو no. يبقى هنا were they running fast؟ هل كانوا بيجروا بسرعة؟ يبقى هجاوب أقول إيه؟ yes they were او no they weren't. وممكن اكمل واقول yes they were running fast او no they weren't running fast. حلو الكلام. برافو عليك يا جنى جميله جدا. تعالوا نعمل فعل جديد كده يا شباب. make noise يعني يحدث ضوضاء. make noise ماشي. عايزين نقول نحن كنا نحدث ضوضاء. قول يا لوزاي. we were making. هعمل making ازاي؟ remove e. ايوه واحط ال ing. يبقى we were making noise. ما كناش بنعمل دوشة. we weren't making noise. We weren't making noise. طيب قلنا we were making noise. احنا كنا بنعمل دوشة. انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ ماذا كنتم تفعلون؟ ماذا اللي هي what. حلو. بنجيب بعديها was او where. طب هو احنا بنسأل مين؟ انا بسألكم كلكم اللي هي ايه؟ انتم. اللي هي ايه يعني انتم؟ you. حلو. you بقى تاخد was ولا where. where. يبقى what were you doing. what were you doing كنتوا بتعملوا ايه كلكم؟ we were making noise. كنا بنحدث ضوضاء. طيب لو سألتكم بقى كلكم كده were you making noise. هل كنتوا
بتحدث ضوضاء؟ يسوي. انا بسألكم كلكم، انا لو قلت where you هل انت هتقول لي yes I was او no I wasn't، لكن لما اسألكم كلكم where you تقولوا yes we were او no we weren't. يبقى انا عندي where you دي لا شكلين، where you لو بسألك انت هل كنت او where you هل كنتي هتقول لي yes I was او no I wasn't، لكن لو where you هل كنتم كلكم هتقولوا yes we were أو no we weren't. في مشكلة شباب في الـ past continuous؟ سهل ولا صعب؟ سهل جدا، وعملنا جمل كتير جدا تساعدنا. بص يا حبيب قلبي بقى، عندي أسئلة كتير بالهبل على الـ past continuous الماضي المستمر، هنتسأل بالدور كده. يلا ميدو، نمبر 1 يا ميدو، the gardener الجنايني dig يعني يحفر، in the school garden all yesterday evening. كلمة all دي يا شباب يعني طوال، ودي من علامات الماضي المستمر، لما تلاقي all morning يعني طوال الصباح، all evening طوال المساء، all day طوال اليوم، يبقى ماضي مستمر. يبقى the gardener ايه يا صديقي؟ was digging. برافو. gardener الجنايني مفرد، يبقى was digging كان بيحفر. تفضل. شي سريع بقى، she was reading هي كانت تقرأ. آدم they برافو they were playing chess all evening، كانوا بيلعبوا شطرنج طوال المساء. تفضل يا آسر، he was riding his bike all afternoon yesterday، هو كان راكب عجلته طوال فترة بعد الدور امبارح. the boys طبعا غلط، مفيش حاجة اسمها the boys was، the boys جمع، يبقى the boys were. يا أستاذ يا حبايب يا دكتور يا قلبي يا محترم، هعيد تاني. بص كده مين بياخد was ومين were تاني يا شباب. I was، قول معايا I was، he was، she was، it was، المفرد was، we were، you were، they were. they يا أستاذ اللي بتقولي they was، they were، children were، مفرد was، جمع were. يبقى the boys were playing. فضل يا خالد، the pupils التلاميذ مفرد ولا جمع يا خالد؟ was ولا where؟ were making. برافو عليك، عشان pupils جمع يديها were making. فضل يا مالك، they was ولا they were؟ they بتاخد were، they were watching. فضل يا محمد، احمد برافو عليك، احمد was مفرد practicing كان بيتدرب. at 6:30 am today my mother يا محمود was عشان مفرد driving to work. عمر she يا حبيبي بقالنا ساعة نقول was we were she was she was cleaning. فضل يا حبيبي، my brother and sister were شاطر علشان جمع يبقى were playing. اللي وراه yesterday my mother was making شاطر. احمد انسما برافو جمع يبقى we're playing. I a sandwich when the phone rang برافو عليك، I تاخد was، I was making a sandwich. فضل. we was ولا we were solving a problem يعني كنا بنحل مشكلة. he was washing كان بيغسل his car عربيته. برافو عليك. ها we were listening to music برافو we were. ها
My nephew يعني ابن أخويا أو ابن أختي. حبيبي بقول لك ابن أخويا أو ابن أختي يعني مفرد. Was watching. They were playing a game. مالك for people. برافو عليك. Were building كانوا بيبنوا. فارس was weeding the garden يعني كان بيزيل الحشائش الضارة. فارس مفرد يبقى was. برافو. She was brushing. برافو يا اياد. فضل براء. مستر احمد was watching. I شاطر. برافو عليك. I wasn't studying. احمد ان سمر جامع يا حبيبي. I wasn't ولا weren't playing. طه. She wasn't watching. برافو. يلا حبيبي. We weren't cooking. يوسف عمر. فيش was. Wasn't playing. فاتن. Wasn't cleaning. برافو مفرد. I wasn't playing. برافو يا سلمى. يلا ضاي. We were swimming. برافو. I wasn't drawing. The dog wasn't sleeping. برافو عليكي. تفضلي هدى. My parents بابايا ومامتي weren't reading. شنجامع. برافو أروى. سارة wasn't making. سارة مفرد. My sister wasn't singing. ما كانتش بتغني. أسيل. I wasn't watching. I was or I wasn't. My dad was working. برافو يا بتول. جنى. We weren't listening. شطرة. نهى. He wasn't playing. سما. Wasn't washing. She wasn't reading. We برافو عليكي. Were watching. He wasn't playing. برافو. They weren't running. فضل عميدو. What you doing جدع. بص هنا شباب. doing فعل واخد ايه؟ ing. حلو. يبقى الفعل عشان ياخد ing عايز ايه؟ am is are was where. حلو. طب يا ترى عندنا last. يبقى am و is و are كده باي باي يا مالك. يبقى احنا في الماضي يا اما was يا اما where. you تاخد مين فيهم؟ where. يبقى what were you doing all last year. What was your teacher? What was your teacher saying? ليه خدنا saying؟ علشان was و where. لو لقيته ما حطها ing. برافو. Where جدع. Where were you going؟ أين كنت ذاهب؟ You playing video games؟ ده في الماضي يا حبيبي. يا was يا where. Were you playing. What أحمد reading. جدع. أحمد مفرد. يبقى what was أحمد reading. Were you جدع. Where يبقى نحط ing. Were you watching. What doing جدع. السؤال what were you doing. ماذا كنت تفعل.
احمد practicing did. يبقى دي practice لان did بتدي الفعل في المصدر لكن الفعل واخد ing. يا محمد مين يا بابا اللي بيدي الفعل ing؟ was we were. احمد مفرد يبقى was احمد practicing. بص صديقي كده لما انا اقول لك what you play yesterday ماشي و what you playing at 6 yesterday هقول ايه هنا بعد what في الجملة الاولى اللي عارف يرفع ايد قول يا زي did. ليه did يا زي؟ عشان الفعل في المصدر. 10 باونس لزايد سقفوا له. هنا playing الفعل واخد ing. what where you playing عشان دي اللي احنا لسه واخدينها النهارده. يبقى لما الاقي الفعل في المصدر واحنا في الماضي هحط بعد ادات الاستفهام did. لكن لما الاقي الفعل واخد ing هحط was او where. بص بقى نجم البوكلت بتاعتنا كل اللي انا شرحته النهارده في الماضي المستمر هتلاقيه موجود عندك هنا في البوكلت بتاعتنا هنا تمام وهنلاقي اسئله كتير جدا. طيب عايزك تركز معايا بس على حاجه. الماضي المستمر من الكلمات اللي بتدل عليه كلمه as يعني بينما while يعني بينما just as يعني بينما at that time في ذلك الوقت ولما يكون في وقت محدد في الماضي او between مثلا 4 and 6 yesterday بين وقت والتاني امبارح او كلمة all day yesterday all morning yesterday. طيب قواعد اضافة ال ing لو في ايه نشيل الايه ونحط ing. الحاجات اللي بنعملها duplication اللي هي consonant vowel consonant زي دول هتلاقي بقى مليون سؤال على الماضي المستمر 112 113 14 دول اقعد بقى مكانكش تاخد كلمات الدرس اللي هتسمعها ايكو توريزم السياحة البيئية هوديل هوديل كورال ريفز بلانتس وايلد لايف Pollution. Pollution. Tourist. 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 Tourist يعني سائح. طب السياحة. Tourism. Tourism. Space. Dive. Dive يعني يغوص والغطس اسمه diving. Plane. Environment. Echo. Echo tourism. Echo tourist. Jobs. Countries. Important. Useful. Useful يعني مفيد عكسها useless يعني عديم الفائدة هسأل فيها بعد كده احطها في الكاش. Useful عكسها useless. Tourism. Exciting. والopposite boring. Exciting مثير boring ممل. Monuments. Monuments. The pros and cons. كلمة مهمة قوي المزايا والعيوب. The pros and cons. قولها تاني. The pros and cons. UNESCO. Historical. Historical. Historical يعني تاريخي. Of course. Idea. Local people. Hergada. Normal. Tour guide. New cultures. New cultures. Create. Created. Preserve. Preserved. Damaged. Damaged. Look after. Looked after. Tell told. Come came. Give gave.
Seesaw. Staying. Trouble boy. احنا خدنا كلمة يونسكو فوق كده عشان نسمع يونسكو دي اختصار عشان كده معمول كل حروفه كابيتال. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization يعني دي كلها كده اختصار لكلمة يونسكو منظمة مهمة في العالم. هندرس بقى الكلام ده السيشن الجاية بعد ما نسمع الكلمات. Thank you and goodbye.